نعم، ويصل يقول مكتوب عليه حلال. حلال بالضبط. وهذا ربما ذكر ربما ذكرناه أكثر من مرة، كلمة حلال ملصق حلال، هذا في حد ذاته لا يكفي، لابد أن تكون هناك رقابة شرعية دقيقة على الجهة التي تتولى الذبح في بلاد غير المسلمين. لو كان الذبح في بلاد المسلمين لا نسأل عنه، أما ما يأتي من بلاد غير المسلمين فإن هناك تساهل كثير وكبير من الناس الذين يتولون هذه المهمة، وأكثره وغير مذبوح، وإنما هي مجرد يعني كلمة تلقى والناس يسوقون بها سلعهم والناس يأكلون هذا، وهو لا أرى أنه حلال، ولا ينبغي الناس أن يأخذوا اللحم المستورد مذبوح من بلاد غير مسلمة. وربما اعترض وقال القرآن يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهل الكتاب مشوم نفسهم لموجودين في ذلك الوقت عندما ذكر القرآن هذه الآية؟ أقول نعم، هم أهل الكتاب، ومن ذلك الوقت كان دينهم يعني محرفا وأفسدوا دينهم من ذلك الوقت، ولكن القرآن أحل ذبيحتهم بشرط أن تكون مطابقة لدينهم، ولو كان هذا الدين المحرف، بحيث يكون الذبح بطريقة واحدة بناء على الدين الذي يأتيهم من قساوستهم بناء على دينهم. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، لكن نجد هذا الشرط غير موجود وغير متوفر، لأنك لو ذهبت إلى الدول الأوروبية الآن أو الدول غير المسلمة لوجدت كل يعني محل الذبح، كل مجزرة تذبح بطريقتها التي تختلف عن الأخرى، مع أن دينهم واحد ودين أهل الكتاب. بعضهم يعني يضرب بالمخراق في الرأس، بعضهم يصعق بالكهرباء، بعضهم يصعق بالرصاص، بعضهم يعني يخنق، بعضهم يعني هذا يدل على أنهم لا يتبعون دينا أيا كان، ولو كان الدين محرفا ليتبعونه. هذا يدل على أنهم يقتلون الحيوان بالطريقة، كل واحد بالطريقة التي تحلو له، بالطريقة التي يريدها. فلو كان إنسان، أريد أن أوجه سؤال لكل من في نفسه يعني شبهة من هذه المسألة، أقول له لو كان مسلما، دعك من أهل الكتاب، هو مسلم وليس كافر، ذبح بهذه الطريقة بهواه، مرة يخنق ومرة يضرب بالرصاص ومرة يضرب بحديدة نبوت ومرة يضرب بكذا، لو كان مسلم فعل هذا الأمر، هل يجوز لك أن تأكل ذبيحته؟ طبعا لا يجوز لك، لأنه لم يذبح طبقا لدينه. لابد كل أهل دين يذبحوا طبقا لتعاليم دينهم، والله عز وجل أباح من باب التسهيل ذبيحة أهل الكتاب، مع أنهم حرفوا كتابهم، لكن لابد أن يذبحوا وفقا لدينهم، لأن تبقى المسألة مسألة مدنية. الذبح الآن في بلاد غير المسلمين ليس لها علاقة بعباداتهم ولا بدياناتهم، لا الصحيحة ولا المحرفة، بل هو أمر مدني يدرسه القانون، ويأمر المجازر أن تذبح بأي طريقة في رأيهم تسهل على الحيوان خروج روحه. فلما يتحول الذبح من مسألة يعني دينية عبادية إلى مسألة مدنية طبقا للقانون وطبقا للهوى وما تشتهي النفوس، فلا يبقى بعد ذلك له أثر في الحكم الشرعي، وتكون الذبيحة غير صحيحة. ولذلك أنصح الناس أن يأخذوا الذبائح الماء التي تقدم عليهم بلاد مسلمة زي تركيا وإلا الباكستان ولا إندونيسيا ولا أي بلد مسلم آخر أو بلاد عربية، لكن لا يأخذون الذبائح التي تأتي من بلاد غير مسلمة. وعلى الحكومة والجهات المسؤولة إذا أرادت أن تستورد يعني اللحوم من بلاد غير مسلمة مثل بلاد الشيوعية ورومانيا وبولندا إلى آخره، عليها أن تستورد الحيوان حي لا تستورده لحما، والناس يذبحونه، فهذه الحالة تتغلب على غلاء الأسعار، وفي الوقت نفسه الناس يأكلون الحلال.